بيوصلوها لل 45 درجة الشوكولات لما يعملوها. هلا راح ينزلون الدرجة من ال 45 لل 29 درجة حتى يعملوها. بعد ما تاخذ شكل الكريستال بيحطوها في القوالب كذا. بعد ما تحطوها هيك بالقوالب شو ما بدكم من هذول الشغلات تقدروا تحطوا فيها. بعد ما تخلصوها انتم بتطلعون لحالكم الشوكولات اللي عملتنها وبتحطوها في العلبة، كل واحد بيحطها لحاله.